أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عشر كان عاو حكم الله من آيات الشن يلا باتنا هذا سورة هود، وحنا كجوا إن شاء الله تعالى آيات أفرتنا هذا إسلا سورة ده. ولقد أرسل الله نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. والله لقد أرسل الله واندرنا نوحا نبي الله نوح إلى قومه قلدي سعيا ندرني إني أنا قال لكم إذا كان نذير مد إذن دجيان هاي مبين دجي دي سنة عض هاي ألا تعبدوها عابدين إلا الله الله ميعتك لها عابدين أي الله يدري إني أنا أخاف وأن بقي عليكم دشين عذاب يوم مال عذاب كي أيان ذيك بقي يومك وألي من هذا كرول. فقال الملأ كحوح يرهذين الذين ملئي كفروا قالوا بي من قومه نوح قلدي حال أي كمديهن ما نراك كجمع النوح إلا بشرا بن آدم أو مثلنا أننا لبذا بوي وما نراك كجمع اتبعك إن يكون راعين إلا الذين قلدي بوي وهم أيضا أراذلنا نوليتي بادي الرأي رأي مبوقت كيسا باللوقي سينا كجمع راعين وما نرى ما أجن لكم إذا كيدون إذا إذين سجن هذا علينا كرك النجا من فضل وحشرفة بل نظنكم وحن إذين مرينا كاذبين بين لين ناتين. هل كان إلى حكم الله بيا سيد الوجي قان صور كم كي جاء قصص أنبياء سقار كم إذا وكقصون يو يا أنبياء قلوين كالله دري سورة هود. هل كان لقب الله بو إلى قصة النبي الله موسى لججاره تدوا قصة وإصدوا تالله يكاق صورة يا ربي نبي الله النوح قصة ديسا يا أهو الرئيسا يا رسول نورك الله صدركي أهو الرئييها نبي الله يهود أيا كحيغة نبي صالح أيا كحيغة نبي الله إبراهيم أيا كحيغة نبي الله النوح أيا كحيغة نبي الله شعيب نبي موسى أيا تدوا يا يوغو دنبيا أنبياء داسي إلى أوصو دري رسول شاها قولدي الله دري إيا إياغا وحي أي كلام متين أرما أسو رب النو عدين إيا رسول شاها سي تلو بحي أكينين أنبياء دا أمده هو دا هدي أي أكينين أمده هاسي محي كو جوابين ميخاف فرقو النقدين فرق دي أي نقدين سي محبت بادي محان اللي هلاقي أرن كاسينا وانا قادشو إيا عبراء إيا وحي إيا هاي قولدا way umadahaasi ka dambeeyay umada muhammadiyadaba ay ka mid tahay ayay waana qaadasho u tahay ilaah subhanahu wa ta'ala meelo badan ayuu ku cadeynayaa laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab anbiyaada qisooyinka laga qisoonayo waana qaadasho ugu sugan waa cida aqaliga leh suurada aakhirkeeda waxaan ku mari doonaa wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka قصصكاسي قلبكاغا ايان كسوغينا عدك استو مؤمن قلبكوضا ايان لغسوغيا نبي الله النوح إله ايان صدري وحور الله صدري توحيد يدين قولدي سي ايان لود دري هدي لود دري قولدي مركيبا نبي الله النوح سدح الرموض ايو اشيغي ارنك هوري وحا ويكو سو وذيفدي سي ايان شقدي سوحا ايتاي والرسول نمو ثانيا هدي الله صدري محو اكيان ايدتك ألا تعبدوا إلا الله عبادة إن إله الوخص ساعد كلا عن عبادة وحوال لغسيني أرن لبادوي أرن كسد حد عبادة سعدي دي دي عاسي قرودو محاي هلي إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم مالين وين عذاب كي سايدو كل عدونا سد حد أرموض أشيك سد حد أرموض إيه سد حد أرموض كهرقيين أيقونا وحاي يرى هذين رسول لما تيدبين بدنو شيكي سد حد أرموض بوحي كبوشينا يا رسول نمدي أشيكتي رسول الله عسى مر هدي بينيان لبادي الرماد والدبيان اللي دوا بينيان أو إله إنه صادر بهدي ديدينهن إله كلجي هل عابد ووحي الله صادري هذا العابد وإذا أن إله وايدين عذاب يا وأرنك اللباد لبادا الرماد بوحي كطلنا يا رسول الله دي سئنا أجرادن رسول الله دي ويدين سد الرماد بينك ديدين أرنك هوري وحوي نيوهرت بشر بني آدم النجا نلبيده وحنا هن مياتي بشر إله رسول كمان ديو سيدا يوجيدا يعني بشر بني آدم إن الله صدره رسول لقد ديو واحد عيماها تهسي قوة ذان طلبات تدك كل رمية مؤمنين بان هاي نوح ورميسان هاي اللي وادتك النول ليت تدك شرفت لهاي ورنان ورك هذا وديدي تدك النول ليت يضعفضها هاي
iska liitay weliba qoladaas laftooda baadiya ra'yi bay kugu rumeeyeen arin ay ka fikireen maaha markaad warka u sheegtayba horey ay ka qaateen waayahay waa arin labaad arrinka saddexaad wax si sabab gaar ahaaneed ee ilaah uu kugu doorto rasuul uu kaaga dhigo adigoo annaga na dhex joogo wax dhici karaba maaha maxaa dhacay maxaad dheertay annaga madax ma tihid melik iyo boqor ma tihid maalqabeen iyo taajir ma tihid dadka uma cumri weynid uma muxuu ahaa sharaf badnid in adiga lagu doorto annagana aan rasuulna laga dhigin maxaa keenaya bal ladunukum kaadibin beenaalooyin aatiinayna la tahay saddexdaasay ka horgeeyeen saddexdaa haddii ay ka horgeeyeen saddexdaasi iyadoo ijmaal inagu ka jawaabi doonaa iyadoo faahfaahsanna uu ka jawaabaya wallaahi laqad arsalnaa nuuxan nuux waan dirnay ilaa qowmihii qoladiisa ayaan u dirnay innii aniga lakum idinka nadiirun mid idiin digayaan ahay mubiinun digiddiisa ay caddahay waa arrinkii hore saddexdii arrimoodii uu sheegay rasuulnimadiisa iyo shaqadiisa waxa ay tahay allaa tacbuduu arrinkii labaad weeye waxa lala soo diraa wuxuu yahay allaa tacbuduu inaydan caabudin ila allaha alla mooye cid kale ha caabudina tee ilaah mooye cahad kale cibaada inaydan waxba ka siinin arrinka saddexaad innii aniga akhaafu waan baqayaa calaykum dushiinna waxaan idinkaga baqaya haddaad diidaan ilaah cibaadada inaad ku khasiistaan cadaaba yowmin maalin cadaabkii yoomka oo aliimin aada u kulul faqaala waxay yidhaahdeen almala-u qoladii madaxda ahayd mala-a waa qolada meesha ka talinaysa warkooda la dhagaysanaya ama maalqabeenka ah qoladaasaa mala-a la yidhaahdaa faqaala almala-u qoladii madaxda ahayd waxay yidhaahdeen alladiina mala-ii kafaruu gaaloobay min qowmihi nuux qoladii xaal ay ka mid yihiin maa naraaka kuguma ogin nuuxow ilaa basharan bini aadam oo mithlanaa annaga nala mid a mooye bashar waxaan ahayn miyaa tahay sidee rasuul lagaaga dhigay wamaa naraaka kuguma ogin itabacaka inay ku raaceen ila aladiina qoladii mooye hum ayaguba araadinunaa noo liitay baadiya ra'yi ra'yiga bilowgiisayna kugu raaceen warka markaad u sheegtayba horey ay ka raaceen wamaa naraa ma ogin lakum idinka inuu idiin sugnaaday calaynaa korkanaga min fadlin wax sharafa bal nadunukum waxaan idin malaynaynaa kaadibiina beenaalooyin inaad tihiin nuux keli buu ahaa rasuule cidda ay jamcinhayaan waa kuwe waa nuux iyo qoladii rumaysay yay waxay leeyihiin adigana been baad sheegihays qoladan rasuul weeyelahay rumeeyeyna been bay sheeganay iyaan idinkuna beenaalooyin aad wada tihiin bay nala tahay qaala nabiyullaahi nuux wuxuu yidhay yaa qowmi qoladaydiyey araaytu bal ii warrama in kuntu haddii aan ahay calaa bayinatin daliil cad mid ku sugan daliilka oo min rabbii xagga rabbigay ka ahaaday oo wa aataanii uu i siiyey rabbi raxmatan naxariis min cindihi agtii uu iga siiyey oo fa cumiyat laydinka idna tiray calaykum dushiinna anulzimukumuhaa miyaan idinku ikraahi karnaa walxaal antum idinkoo lahaa rumaynteeda kaarihuuna nacayo nabiyullaahi nuux calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam wuxuu leeyahay niman yahowni horta aniga rasuul baan ahay sidaan idiin sheegay dhab weeye towxiid baana la ila soo diray laakiin waxaa isweydiina hadduu ilaah anigu rasuul iga dhigaya raxmaddaas i siiyey idinkana la idinka indhatiray maanaa idinku khasbi kara yacnii kasbaad u diidan tihiin rasuulnimadaydii waad garanaysaan shaydaan ayaa idiin hogaamiyey ee mar haddii shaydaan aad ku daba xirateen warkaygiina aada diideenda idinma khasbi karo sababtoo ah ruuxa jasadkiisa la khasbi karayaayo qalbigiisa lama khasbi karo sidiisaba qalbiga waxaa laga yaabaa ruuxa inaad wax ku khasabto waxaas ku hadal aad tidhaahdo ama waxaa samee isla markaa dee qalbigiisa wixii uu diidan yahay rumayntana qalbiga ay ka timaadaaye qaalabka kore wax weyn ma aha oo qaalabka qalbiguu taabic u yahay qalbigaba hadduusan ka rumaynin khasab jirka la khasbay waxa sheegi maayo marka in la khasbaadani kuma jirto laa ikraaha fi diin qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux yaa qowmi qoladaydii ay araaytum bal ii warrama bimacnaa akhbiruunii in kuntu haddii aan ahay calaa bayinatin daliil cad mid ku sugan oo min rabbii xagga rabbigay ka ahaaday wa aataanii rabbi uu i siiyey raxmatan rasuulnimo iyo nabinimo i siiyey oo min cindihi agtiisu iga siiyey oo fa cumiyat idinkana laydinka indhatiray calaykum dushiinna anulzimukumuhaa miyaan idinku waajibinaynaa rumaynta aada rumaynaysaan miyaan idinku ikraahi karaynaa walxaal antum idinkoo lahaa rumaynta kaarihuuna diidayoo nacban wayaa qowmi qoladaydiyey laa as'alukum idin weydiisan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda maalan wax xoolo ah in ajriya abaalkaymaba uusan ahaanin ilaa cala allaahi alla dushii mooye wamaa ana anigu bitaaridi aladiina qoladii mid eryaya ma ihi aamanuu mu'miniinta ahaa innahum qoladaasi mulaaquu rabbihim rabbigooday la kulmi doonaan walaakinii aniga araakum waxaan idinku arkaa qowman qolo inaad tihiin qolada oo tajhaluuna jaahiliina
ويا قومي قلدا يدي ما ينصرني يا إيهيلنا يا من الله الله يا إيه هيلني إن طردتهم مؤمنين تهدي عن إريو أفلا تذكرون مي إذا وأنا قادنين ولا أقول لهم ما يلكم أكت إذا يكسوا ولكم أنو لكم إذا كنتم لهم ما عندي أكت إذا يكسوا هذا خزائن الله إلى خزن ذي هيسا ولا أعلم ما أغي الغيب وحمقنا ما أغي ولا أقول لهم ما إني أنا وملك ملك بارهي ولا أقول لهم ما للذين قلد تزدري أي ليذي أعيركم إن دهين لن يؤتيهم الله الله السين ما خيرا وناقي الله السين ما تامر هاي الله الله أعلم وأذوق بما وحى في أنفسي من افتوض كسوا إني أنا إذن هدي أن سدا أهضل الله من الظالمين ظالمين تا متكمد أيان غنية نبي الله إنه حكى جواب يا هذا الله ذي صفة فحسن يروي جواب يا جواب تهور وحى ويا وحد نتير تحل لما أركو شيء كذا سيكير سماها وما نرى لكم علينا من فضل ولا أنا فضل يا حول إن أن هاي استا وحد نور رسالة ذاك جحر لما أركو إذن كوا حبيدي ويدي سن ماي شل إذا كمره هو رزق يجا رزق ذي ذا إلهي بهاي الله أنا كتير سرهاي مرة هدي أنا كتير سرهاي ده حول إن أنا هاي استو إن أنا هاي سني واحد بعطاء هالين مرة كان إذا كوا إذا كإذا كتير سنو إذا كوا إذا كرهت سنيو إذا كهذا أنا وحبيبي إذا كربي شلين بقى إذا كربي رسالة النبي لاش يعني إذا كوسو جارسين أيو ده حول هاي سجو واحد ضن إمكين أيو أرن كاسي إن الشك كم وجسانا خلد ويانا وحجر معها طوامت طلبات وحاقول راعي دتكي النول ليتي إلا اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي قول ذي النول ليتي أي أقول راعي وقول ذي الراعي أنه إني أدوي أهان أوليتان يا أدوي أهان إني أصر ريان فرق إيمالها سيدة ما توحيد باليسو ديوية يدين عدي رميسة بدبادي عدها سي أدوية ذا قيمة سريها كلهاتو وبقول رأي يمالح يمالقبين ها هادين أما عيد الأدوية كل إذا توفوا قراءه مساكين مثل دونان هم نغضان تلادا آد ودانو قولادان اسكئري إلا قولادان يقول رميسا سيدا أيان كلا رمين لا نهي معنى هذا قولادان إريوي تاسي دعي الميسو ظالم بانقون إياتاها دي أنسميو بني آدم كان سيدا دبا إله سبحانه وتعالى وحا أكوقي بيا أدوية وحا إيكاها يستان ما هي إيمان وحا إيكاها يستانوي إيمان كودا إنتين لإيكي عبادة إنتين لإيكي تاسو ربي كوقي ميا تاسار الإيسو ديري أرنك سدحات أرنك أدلادهين محوها بشر بات هاي ما لا يدين لهي ملك بان هاي بشر بن آدم بان هاي نوحي أبتر صدي إنا هبل هبل هاي آدم كل عيئي يانا هاي اسكو أبتر بان هاي اسكو قولان هاي بن آدم بان هاي ولغا يدين مدهين ملك بان هاي ولغا يدين مدهين بكارها الله هيا يبا خزائن تا الله هيا يدين ما لاندهين ولكن افكار كمان صوب بين غيب بن اوغا هيو سيدا الى سبحانه وتعالى غيب اوغا غيب اوغا هي وربشر بن ادم اذكى اذن لميدان هي وعن اذن دار هي او كليا وهي اللي يسود الجي مالك الرسول شو جواب وهي رادن ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وربشر اذن لميدان هي لكن الى عده او دونو ايو سيغار اهان نعمه اسينيا انغو بشر يو سيغار اهان ربي نعمه نو سيي او رسول لغا دغي marka rasuulnimadan idin la dheer rahay bini aadamnimada waa kamidaysanahay sida ay ugu jawaab waya qawmi qoladaydi ay la asalukum idin waydisan maayo calayhi ala tabliigi risaalati risaalada gaarsiinteeda maalan wax hola idin waydisan maayo in ajriya abaalkay maba uusan ahanin illa ala allah alladhi shimid ku sugan mooye wama ana aniga bitaridil ladina qoladi mid eriyay ma ihi aamaru mu'mininta innahum mu'mininta ملاقو ربهم ربي قوضا إلا كل من دوران الله رحساب الدولة ولكني أنيقا أراكم محندكو أغا هاي قوم قولا إناتين تجهلون الجاهلين يعني مربا مؤمن ماذا هدية إيمانكو هدياتكو قيمين إيسان أدويو وروحا أدويو محوكا إستاقيمي هاي كلي كلي هاي تاسي مؤمن ماذا يساكو حناني أرنتو هدية إذا كتا هاي جاهلين باتين ويو وربا كما هايسان إيمان يوحا أوي هاي إله يرسوشيسا داد يقانمتي إذن ويا قوم قولا إذن من أحد كبا ينصرني إيه لنا يا من الله الله يا إجعلني إن طردتهم مؤمنين هدا إريه إله يا إجعلني أفلا تذكرون مي إذا عقل لهن وأنا قادنيني ولا أقول له ما يلكم إذا عندي أكت إذا وح كسوا خزائن الله خزائن مال الله هو مالك ألا بكاريه سأنا هيا تايد له ما يو ولا أعلم ما أجي الغيب وح مقنا وحكم أجي بشر بني آدم إذا لم يذانه
ولا أقول دهمايو إني أنيق ملك الملك بنهينا إذن دهمايو ولا أقول دهمايو للذين قل أدهمايو تزدري أي ليذي أعينكم إن دهينا قل هذا أذليذي هايسين إذ كل دهمايو لا يؤتيهم الله الله سين مايو خيرا خير مسينيو تا إذن دهمايو الله الله أعلم أوك بما وحى في أنفسهم نفطه ذا كسوا إيمانك نفطه يقلبك كجراي ربي باوك إني أنيق إذن هدي أصدع أدغ بولا من الظالمين الظالمين تمتك بدا يا نقونا يا قالوا وحي لهذه يا نوح النوحو قد جادلتنا وأن لا مرنتي فأكثرت واحد بديتي جدالنا مرن كنجد فأتنا نوكين بما وحي تعيدنا أذنو قوديني إن كنت وهدي أعطي من الصادقين كبر أنت شيء يا متك بدا نبي الله النوح قصدي سو قابا ويا وحا ربي هل كان أكاقا ورميو bilowgi iyo dhamaadkii ayuu rabbi isku qabtay bilowgi qoladii hadduu u yimid wacdiyay diin u sheegay jawaabo xun xunna ay bixiyeen ee u dambaysadii waa la halaagay ilaa halaagana waxa keenay ayaga halaaga soo dadajiyay sidaaba waxa jira rasuul hadduu ilaah soo diro ummadii loo soo diray lama halaago ilaa arintu baraka male ay ka gaari yaani qolada intuu rasuulka haba caas garoobaan haday doonaan intuu rasuulka waaninayo ayaguna iska dhaqbayaan rasuulka iyo dacwadiisana wax dhibe ayan ku sameeyneynin yaa ay qaadan haday doonaan wax dhibaato ayan ku sameeyneynin lama halaago halaaga wuxuu iimaanaya markay arintu gaadho rasuulkii in asaga loo goodiyo oo in la dilo la damco ama dacwadiisi la yiraahdo mar dambe nooma sheegi kartid lama hadli kartid wax dambe noo sheegi karta laba arko cadaab miya cadaabka aad sheegi hadda soo daji keen ma ku rumaynayno marka way markuu halaaga iimaanayo qoladani warkii ayay sameeyeen oo waxa yiraahdeen nuux hadalkaad naga badisay muran weeniga kun sana oo konton sana dhiman u badleedahay ilaah kaliya la caabudo oo muxuu aad la soo taagantahay intaan waana dhibtay murankaad naga badisay war ku rumayni mayno warkaadana yeeli mayno cadaabka aad sheegi hadda keen anigu soo digo waa hadaad run sheegiye sida ayay ku yiraahdeen taasaana keentay in la halaago qaaluhu waxay yiraahdeen yaa nuuxu nuuxu قد جادلتنا وادنا لمرنتي فأكثرت واحد بديسي جدالنا مرن كان نجينا واد بديسي فأتنا نوكين بما واحد تعيدنا أدنوغو قوديني عذابك أدنوغو قوديني نوكين إن كنت واحد دياطي من الصادقين وكبر انت شيئا يمت كمدا عذابك إله بايد كسو دجيني بويري عذابا أنيغا إذين كيني ولي موسان لهن قال وحي إلى نبي الله النوح إنما يأتيكم وحي إذين كيني به عذابك الله الله إذين كيني إن شاء واحد ديئو دونه وما أنتم إدوكولا بمعجزين أو كما الله عجز كنين كروا كفا كان كرمتي إذين ولا ينفعكم إذين أنفع ما ينصحين نصيحة إذا إن أردت هدي أن دونو أن أنصح لكم إنا إذين نصيحي إن كان الله ألا هدي أدوني إن كان الله ألا هدي أدوني يريد من دوني أن يويكم إنو إذين باضي هو الله ربكم ربكينا وإليه ألا حق سانة ترجعون لإذين علينيا نبي الله النوح وحوش شيء أولا asagu shaqadiisa nasiixay ahayd ee cadaabka Allaah haya cadaabka Allaah idinku soo dajini waa haduu doonayo haduu doono idinku soo dajini haduu doono idinku soo dajini siduu doono u maamulaya insha Allah ilaahna cadaab inuu idinku soo dajiyo hadii uu doono ilaah kama fakan karaysan isma difaaci kartaan mana carari kartaan ma dhuuman kartaan laazim wuxuu idin qadaray siduu ahaa ayuu idinkugu dhici anigu waxa aan doonayaa inaan idin la taliyeeyahay tala wanaagsan oo nasiixaan idin waday hee taladaydi waxaan waxba u tareynin mar hadii inaad baadiyowdaan ba ilaah qadaray idinkuna wax nasiixa oo degbilig u seenayaan ba uusan jirin diin nasiixadayda waxba idin tarimayso meesha aad ku socotaan halaag iyo cadaab weeye arigaas u sheegay waana warkii ugu dambeeyay kadibna halaaga iimaan raba qaal wuxuu yahay nabiyullaahi nuux إنما يأتيكم وحا إذين كينا يا به عذابك الله ألا إذين كين إن شاء الله هدي أودوني وما أنتم إذيكم بمعجزين كما ألا كفكن كرنا متيذين ولا ينفعكم إذين أنفع ما ينصحي نصيحة إذا يطلع إذا وناكس وحبا إذين تريميسو إن أردت وهدي أن دور أن أنصح لكم إنا إذين نصيحي إن كان الله ألا هدي أيها يريد من دون يا أن يغيكم إنو إذين باضي هو ألا ربكم ربكين ويا وإليه ألا حق سترجعون ليذين علينيا أم يقولون موحى إليه إن افتراه بين أبورتي قل وحاطر هذا إن افتريت وهديان بين أبورتي فعلي دو شيء أيها هذا إجرامي ذنب جيجة
وانا اريونا بري امبري بانكا اهم مما وحا تجرمون اذكو دنبابا يسان آيات داني معنى اهان قصة دي بي لسعوتا يما اهاي ومعترضة لبدا معنى اي مفسرين تا اسوكو خلاف سيهين لبدا بصحيح هدي الله يرى هذو قصة دي هراء يلا سعوتا نبي الله النوح وركيسي وسعودا ويانو نبي النوح وحولي هاي لمن يهوني حمانتي آت سميسين أنا واحد يكسو قاري مايو حمانتا أنا وآن سميانا إذك واحد يكسو قاري مايو هداد اللي دهين وحي الرسول لما تهيد وحي إن القوان سود الجنين واد بين أبوران هاي سو إله باتكو بين أبوران هاي هاي بين أبوران كا دم بقيس أنا إسكالي شغاكو مالي هيدين عاسقرا وقن أدع عاسقرا ودينا وحن لقو سود الجهدو وحي يدين هاي رسول لماذا أن شاقنا ينا أي رونتا هاي عقاب سكتب عدنا دين وحي وهذا قصة هذا معترضات هاي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ويانو إله وحليه وحكوت هذا نباكو والقرآن كان وحي ربي إله يقصو الدجية هذا أهاي ستان وحان أنا وصام يستي هي سما يستي قدر بيجي أنا إسكاله عاسقرا وقعدينكو عاسقرا ودان الرهير قريش يوم مد محمد دي يدي ده إذا كيدوش إن تهاي أنا وحبل وبله الله هذا معنا صحيح من القرآن أم يقولون ما وحي إليهن افتراه محمد وبين أبورتي قل وحاتر هذا إن افتريته قرآن كهدام بين أبورتي فعلي دوش إذا وحا هذا إجرامي بين أبورت كي قذن بيقيس أنا إسكاله وأنا أريون بريء بني بانك أهم مما وحا تجرمون أتكدن بابيسان ووحي وحا لو وحي يدي إلى النوح النبي الله النوح أنه شأنك إنه يهي لا يؤمن الرمين مايو من قومك قل هذا كار رمين مايو إلا من قف بويه قد آمن هذا الرمين فلا تبتئس حكم الجنودن هكيا لنا بما وحكروا يا هاي يفعلون كم سمين يو وصنع سميسو الفلك مركب سميسو بأعيننا أركتنا نذا كم سميسو يوحينا وشيء جدا نذا ولا تخاطبني هاي ولا حذل في الذين قلدي ذي ظلموا ظلم جسمي إنهم أيه مغرقون كبل غرقين يو لما لهفنا يو بيل وهفنا يو أرين دو هدي أي قاعدة يقول هذاري إلى يراهدير مرضم بور نوم شيء كرت النوحو عذابك أشيء كده سودجي بورن كانوا وادنا قبض يسوي كذا دبنا جيس المينو إلى النبي الله النوح وحيودي قال هذاري أنت هذا كرر ما يسوي مؤمنين تأموية قف كلا كرر ماين مايو خلاص مرضم برهجيو سنكا جيلين قال هذا قف كم بدأ إنه كرر مايو أي واحد سوي ستة مركب مركب سمي سجى واحد كهوري مركب سيدا الله شيء يقول هذه هواري نبي الله نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا رب يقول هذا هل روح كريم مر بعدين مؤمن ما بقى لجر هجينين هوا حي الدنيا ده أسي جوع الله ما أركي هلا هلاو هلاجنا ولا بوعد وعلى يي وحنا كل اللي إنهم انتذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا لا بقى لبقى تدعي هذا يقول هذا أسي جوكتو أدوما ذا كلا إنت هذا مؤمنين تبي بعضيين يان والجوين يان يوحي أيضا لان كو أيقونا هل قف أو مؤمنين ولا لغير هجين مايو إلا إله بابو شيء جاي ما رادي قف مؤمن الضم بق لغير هجين إن أيق يوحي أيضا ليان لبعتنا الدنيا ذا إلا جوعان ومؤمنين تبي إن الجوين وقار كم إذا إسلام ماذا إن كسران أي كل وذاي ربي وكبن هلك هل حبها كريم مركع سائله وحي ذا النبي الله النوح مركب سبيسو مركب كاسي انت ان لبد بادي لدونا يكلي ايا لغو قادي دونا سو سعطاي قولا دارنا وركو دا دنبا هكي فلا تمتيس ببا كانوا يفعل وحا اي سمين ايان عاسي لماذا يقال لماذا يوم عاسي دا يحمان تا اي سمين ايان نقبلك هوسين دان هكا مرقين دان هكا ييران فرا هكا قاد وعدي دنبا يدين دبوض اشيكتنا يينجري نبي الله النوح مركب سبيسي قاعد موسى نقول مركب سمين موسى نقول نندي وكو قال هذا المفسدين تأنا دموح صبايا بين كبر بريانا دعي كرت الله وكلي أما مؤمنين يرى اللي جوك تايو عن دفاعي كريم إله الله بدي بقبل قاضي بعيوننا ووحينا أننا كو إلى علينا وحي كو يلي كران الله أركو ووحينا أننا أنا كو شيء أنا مركب كسيد الله سمين يو يعني اللوح والمباشر اللي قلت لجينا يا مسمارك اللي قلت لجينا يا سيد الله حبينا أننا كو برينا نبي الله النوح مركب كي أيو سيدي كو السماء استي ووحي وحال لو وحي يدي إلى النوح النبي الله النوح وحال لو وحي يدي أنه شأنك إن يهي لا يؤمن الرمين مايو من قومك قل هذا كار رمين مايو إلا من قف مويه قد آمن هريكو رميي فلا تبتئس هكمرج بما وحكانوا أيها يفعلون كبي سمين يي وصنع سميسو الملك مركب سميسو بأعيوننا إلى لنتنا ذا كو سميسو إيا ووحينا أشيقد أن كو شيقينو
ولا تخاطبني هاي ولا هذلي في الذين قلدا ظلموا ظلم جسمي إنهم قلدا مغرقون ولا هلاقي بيا يو حلو غري طوفان يلو هلاقي ولا تخاطبني في الذين ظلموا إلى وح الراعين يا قلدا أنبياء الله وصادره وأنا من أدون حارس بدن نبي الله إبراهيم أن أركي دونا يوم مرميو أدون حارس بدن قلدا عاسي جرودين نبات هذا نبي الله النوح قصة ما ينيا وركي سديدة يا مرد من رومان أن لقى سوينين هذنا إله وعليه إن عاد قدم 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 قتوي يندعي إن عاد أن حضوي يندعي ورسوشا نحريس يدبع سلام بدن يا لو أجاي سكلا فحص نحريس نحريس هتكبح قلدا إن عاد إيه بريدو ربي وبالوحوجا هلاج هلاجد بديو كستو حسين نولادين بالوحوجا عن سكوت ديو وحاسي هكو هذا اللي هو ولا هلاج يا قلدا نوكه ويصنع وحو سمي سنية النبي الله النوح الفلك مركب أيو سمي سنية وكلما مر مركز تأوي صومران عليه النوح ملأون كحو من قومه قلدي سكمدة سخروا وجس جس يد منه النوح يكو جس جس يين قال النوح وحو يرى إن تسخروا هدي أد جس جستان منا أنك فإنا أنونا نسخروا وان جس جس دونا منكم إذكا كما تسخرونا سيدا أدنو جس جس يسان سلمدة فسوف تعلمون وذوغان دونتان من قفك يأتيه إيمان دون عذاب عذابك ويخزيه ذليني ويحل وكدك دون عليه كركي عذاب عذابك ومقيم ولي أنكتك إنه دائمي نبي الله النوح مركب سميسي دعوة دي وعدي يدين أشيك دي فره كقالي مركب سميسي يوه بالله جيدا سوغر الواح سمي انت كدج مسمار كدج وركنو بالله قولا دي واسو مريانا سو مركب سمينيو وكو جيس جيسي يعني وحي ليهين أكنت نجارا بعد أن كنت نبيا هي النبي هذا هدوء يهوري هذا تمال ما نقط نبي نمضي الناس كدكتي يا تمال ما يسوب الدشمية سيدنا يقول جيس جيس يعني سي عليها اسكت جيس جيس هذا ولا أننا كنا يسوك جيس جيس دون وعصوص عدا دور كاهينين وارك دونتان عدة هلاك وكدعه هلاك يعذاب كاسو ولي أيا كبحينين وارك دونتاني إلا وحو أقيا هاي مالك ومركب كان فرتك قادو قول هذا ولا هلاك يا marka la halaagana cadaab baa loo sii gudbini waligoodna ka bixinayaan cadaabka taas uu garanayo iska wad u leeyahay jeesjeesa way sanacu waxa wuxuu sameysanayay nabiyullaahi nuux almulka alfulka markabki ayuu sameysanayay wa kullama marra markasto ay soo maraan calayhi korki malaa'un koox kooxda oo min qawmihi qoladiisa kamida sakhiru qoladaasi way ku jeesjeesayeen minhu nuux ayay ku jeesjeesayeen qaala nuux wuxuu yiri in taskharu hadii aad ugu jeesjeestaan فمنا أنجا فإننا أنجا نسخر ونجس جس دونا منكم إذا كان كوجس جس دون كما تسخرون سيدا هذا نو جس جس سان سلم إذا فسوف تعلمون ودن وان دون تان من قف كي يأتيه وإيمان دون عذاب عذاب عذابك أو يخزيه دلينيو أو يحل أودي دون عليه كركي عذاب عذابك أو مقيم دائما يو ولقد أيا كان بحين حتى إذا جاء أمركم يبي أمر لا أمر كنجي أو وفار أبر قضيات تنور وتنارك أبر غذي قل الله وحن إحمل قاد فيها مركب كنحدي من كل زوج من كل متكستة زوجين اللي معناك قاد اثنين إلا بقى وأهلك دت كذا قاد إلا من قلم ويه سبق أهور بري عليه كركي القول هلق أهور بري بويه ومن قلنا قاد آمن مؤمن نغذي وما آمن ما يرهمين معه نحمعي إلا قليل وحير بويه ما يرهمين نوح عليه الصلاة والسلام دولدي ودا ما يشتري مركبكي هدودا ما يشتري إلى يا وحوش يا قلادة ولا هلاج بيا لجو هلاج مرة دي بيا لجو هلاج يو تنار لجو دبي جري روتية يا عن جري وحلبيت كي لجو دبي جري تنار ولا يقنا ما يهدب خلو شيء دي روتية لجو دبو هل كاسل يري فيرسو ما شاسي مركب بيا صبر قدو وماشي يهدب كو كوش ناي دي روتية لجو دبي جري كلال كاهيت markay biyo ka soo burqadaan qoladan markii la halaagi lahaa waa la gaari markabka saddex qolo ku qaad saddexda qolo qolada hore waxa weeye makhluuq aan bini aadamka ahayn isla markaana nafleyda ah noolaha bini aadamka aan ahayn mid kastaba lab iyo dhidi ka qaad shimbir kasta lab iyo dhidi ka qaad libaaxa lab iyo dhidi ka qaad maroodiga sidoo kale eyga sidoo kale حيوان دمير سلو حيوان ودن إسلام بر كان نولع لب يدي كقاد بدو البا لب يدي كقاد وكو قبل طلبات أدوك ودت كادو إذن نقاد
إلا قول اللي هلاقي دون موية قولا داد كيسا إسلامر كان اللي هلاقي دون أجرا اللي وقفا لغي هلاقي دون ويل أودا لغي اللي هلاقي دون إسلام تيسو عاصي قريشنين دو اللي هلاقي دون لبدا بوية إنتك اللي قادوي وقيب لبعض قيب تسد حدنا بين آدم كوحي مؤمن أهور دان وذاقات وعلا وحي مؤمنة هو كل رومي هل قف هكا تجني قاد محوها مركب مركب ماشي هو حد كقرار مركب كأنه الطبق يأها طبق حيوان هذا لقو قاضي طبق نبي آدم كأيا يا جلي أو النبي نبي الله النوح يدت كيسي يوح الله وحي مؤمنين ها يا جلي أمر كاسي أيا لسي يي سيدي أيا مركب كأي كراعين نبي النوح دت كيسي لا بقف فلقيها لاجي دونا هل كان إله حكوشي يا ويل كيسه مالك لأن رب حكوشة إسلام تسلفت هذا إلا هلاقي هل النار رأي أهيد وضرب ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين يعني النبي الله النوح إسلام تيسا وحي كم إذا هيد قال هذه النار تلقلي إسلام مالك أنا هلاك سمي ويلكي سنة سيدوكر حتى إذا جاء أمرك أوي من أمرنا أمر كان نجي وقت الهلاج لهوي أو وفار أبر قضي أت النور وتنار كنا وصبي صبر قضي قل لا وحن كنا احمل كقاد فيها مركبك من كل متكستبا نوع كستبا زوجين لمانا كقاد اثنين لبا نوع كستور نولا وحد كقاد دار لمانا لبا وأهلك أهل كادو إذن لقاد إلا من قل أذن قادينين ميو أهلك سبق أوهر مري عليه كركي القول هذا الكل هو هلاج لها قل هذا إلا هلاج يا إله هري أوحكم كوا موي أنت كلا قاده الكاجة ومن قلنا قاد آمنا مؤمن نقض عدك صدق مؤمن هيد نقاد وما آمنا ما بأي رومين معه النوح إلا قليل وحيرا ومؤمنينها أنت مؤمنين تهيد قاد أنت مو قاضي دون أنت مركل جسود دقي يا قل هذا أنت لا هلاج عادي بيه أي قرسمان إلا سود دقي وحد تفير مي بن آدم أن نبي الله النوح أيه النقضي قال هذه لسعتها ما ينتفير من ما يترمن ترنك إلى هدى أدوية الجو رمان نبي الله النوح أيه كواب ترسنيان سيد بن آدم ورن آدم أيه أجليان يا النوح لو جليا وكا والنبي الله النوح دعوة دي سفرها بطن هذا إن بدن أو ذي يكون سنة وكون تنسنة لمن أدعيها أبارك ربي أدوية كسي كم تاهي وجعلنا ذريته هم الباقين عرورتي سان كان ديغناي كوا جوغيو باقي نوقونايوكا والله اعلم صلى الله عليه وسلم.